أزعجت دعوات متكررة لرفع أسعار الوجبات الشعبية في الأردن، إذ ما قامت الحكومة برفع أسعار مكونات هذه المأكولات كثيرا من المواطنين، لما فيها من تغول على لقمة عيش الأغلبية الساحقة من المواطنين. نهائيا يعني المواطن الأردني يبطل عنده إيش يأكله، لأنه ما عنده إلا أكلة الأكلات الشعبية حاليا. إذا بدهم يرفعوا الأكلات الشعبية بعد فترة المواطن الأردني بده يدور على الخبز اليابس. ابدا يعني انت ما شاء الله، يعني هاي السفره يعني واربعه خمسه قديش كلفتكم تخيل؟ اللي تكلفنا 5 دنانير 6 دنانير، بس المواطن الاردني لما بده ياكل بدينارين الصبح بدينارين المساء بدينارين الظهر على الغداء بصير بده 200 دينار اكل، وكل متوسط الرواتب 400 دينار 500 دينار، فراح يبطل بالضبط، لا راح ياكل ولا يشرب. اذا الاكل هذا بكلف 5 6 دنانير، ايش بدها تكلف الوجبات الثانيه؟ قديش بدهم يرفعوها مثلا؟ المطاعم الثانيه قديش بدها تكلف؟ هلا هاي الوجبه قديش بدها يصير ثمنها؟ هلا احنا بندفع 5 دنانير، 4 شباب بنشبع مثلا على الغداء، قديش بدنا نصير ندفع؟ وعلى شخص واحد دخل محدود كان بده يصير يدفع؟ انا واحد من الناس كمانجر للمطعم مدير برفضها تماما. المواطن كيف شايف؟ المواطن حرام مسكين، يعني يا دوب صحن الحمص ب70، صحن الفول ب70، ومع ذلك غاليه، وبرضه غالي بالنسبه للمواطن العادي. 70 قرش غالي، يعني نهار ما ياكل مثلا صحن فول وكاسه شاي دينار والله كثير على المواطن. اخوي ادم ماخذ، يعني كاني انا بائع حر، يعني قبا كل هسه بليرتين وثلاث، فهمت كيف؟ بدهم يرفعوا كمان، في ناس موظفين زي ما تقول بشركات، فهمت كيف؟ لما تقول انت زي يجيب ليره ويصير يدفع ليره ونص او ليرتين ما بتوفي برضه، هذا حرام صح ولا لا؟ ما بزبط. عادي يرفع ما دام في شغل، بنظن احسن من اي بلد، احسن من سوريا واحسن من مصر واحسن الحمد لله. بدنا ما بدناش يرفعوا ولا ما يرفعوش، الشعب بألف خير والله. يعني الشعب في هذا الوقت والناس والعالم والازمه اللي بتمر فيها الناس، يعني حقيقه يعني محرج جدا. هذه اللقمة العيش الآن أنتم شايفينها الآن اللي عم يعني بكلوها الآن، يعني ممكن تكلفهم دينار. إذا ارتفعت هذه الأسعار، الفقير المعدوم، الناس اللي يعني حالتها على الله عز وجل، إيش بدها تأكل؟ لا قادرة تروح على مطاعم وجبات سريعة بتكلفها الوجبة 4 5 دنانير، وعنده 4 5 أشخاص باليوم بده يدفع له 20 دينار إذا بده يأكل وجبة. في النهاية الحكومة ترفع الأسعار على التجار، والتجار يرفعون الأسعار على المواطن، ومن الواضح من هو الخاسر الوحيد في هذه المعادلة. حازم السردي، الحقيقة الدولية.